النهارده كان عندنا بطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش، لكن مش الكبار، المراحل السنية الصغيرة 11 و13 و15 و17 و19 سنة. واللي حصل في البطولة دي هو درس وليه دلالة كبيرة جدا ومهمة، خصوصا واحنا بنستعد بقى لدخول السكواش لأولمبياد لوس أنجلوس 2028. ولادنا الصغيرين حاجة تفرح، وعشان اللي يفرحوا دول لازم نعرفكم بالابطال دول، ولازم نقول نتائج النهارده في المراحل السنيه. احتلوا البطوله ما شاء الله، مرحله مثلا 11 سنه بنات سيرين محمد مركز اول، فيروز الصياد مركز تاني. طيب في الولاد في نفس المرحله ادم رجب مركز اول، يحيى وليد مركز تاني. لحد دلوقتي احنا ماشيين نهائي في المرحله الولاد وبنات النهائي مصري. مرحلة 13 سنة في البنات ليان مصطفى مركز أول، ريم المغربي مركز تاني. في الولاد في نفس المرحلة ملك حلمي ومركز أول، وعمر محمد مركز تاني. ده برضو نهائي مصري مصري. في مرحلة 15 سنة في البنات مليكة تيمور مركز أول، ورما النجار مركز تاني. ده نهائي مصري برضو. في الولاد في نفس المرحلة فلوبيتير صالح مركز أول، وفي مرحلة 17 سنة في البنات نادين الحمامي مركز أول، وفي الولاد يوسف سالم مركز أول، ومروان عسل جه في المركز الثاني. طيب مرحلة 19 سنة البنات فيروز أبو الخير مركز أول، في الولاد زكريا محمد زكريا لسه حالا واخد مركز أول في 19 سنة. كده علامة كاملة في كل النهائيات، 10 من 10، 10 نهائيات، 5 ولاد وخمسة بنات، 10 ميداليات ذهبية. دول ولادنا فخر مصر في الاسكواش. القاعدة اللي أنا دايماً بتكلم عنها، الناشئين والشباب اللي أنا دايماً بتكلم عنهم. سكواش هنا في مصر، يعني لما بقابل حد بره وتيجي سيرة الاسكواش يقول لي أنتوا بتتنفسوا الاسكواش، أنتوا اللعبة دي انتوا ازاي فيها كده؟ بالولاد الجمال دول، بالناشئين الحلوين دول، بولادنا فخر مصر والعالم، العالم كله بيفتخر بالولاد. شوف الجمال وشوف الابطال ما شاء الله، ربنا يحفظهم لاهاليهم والله. طيب بطولة النهارده شارك فيها دول قوية جدا في الاسكواش. انجلترا طبعا على رأس المشاركين، وباكستان وماليزيا واستراليا نيوزيلاند، بص حدث ولا حرك، كل الدول القويه في الاسكواش شاركت. لما اقول قويه هي مش لحد دلوقتي احنا بننافس نفسنا، احنا نشوف النهائيات كلها مصريين، النهائيات معظمها مصريين، اتنين مع بعض مصريين في النهائي. الاسكواش منظومه متكامله، بدايتها ولي الامر في السن ده، بجد بدايتها ولي الامر، هو اللي بيتحمل كل حاجة، هو اللي سبونسر، هو الراعي، هو اللي بيصرف، هو اللي بيتعب، هو اللي بيودي بيجيب، والمدربين والاتحاد ولي الأمر هنا في اللعبة دي بالذات. أنا بقول يعني شابوه لأولياء الأمور، أولياء أمور السكواش بصراحة. الناس دي بتتعب وبتصرف مصاريف كتيرة جدا علشان مصر تشوف الجمال ده، والاتحاد بيدعم الولاد دول عشان كلنا نشوف الجمال والحلاوة دي. انا لما اشوف كده بطل صغير يجيب اول عالم ببقى مطمن، بحط في بطني بطيخة صيفي. القاعدة هي الاهم. تقول لي مطمن، هقول لك مطمن، لان دول اللي هيشيلوا علم مصر لما يكبروا، هم دول اللي هيلعبوا في البي اس اي في المحترفين، وهم دول هيبقوا مصنفين الاوائل على العالم لما يكبروا. اللي بتتكلم عنه عنده 15 سنة دلوقتي، بعد 4 سنين و7 شهور لو اتكلمنا على اولمبياد لوس انجلوس اللي جاية، بعد 4 سنين هيبقى عنده 19 سنة داخل على 20 سنة، يعني هيكون ممكن عنده فرصة تأهل. اللي عنده 17 سنة هيبقى عنده 21 22 سنة، اللي عنده 19 سنة، فهم دول اللي هيشيلوا الراية. الولاد الصغيرين الحلوين الجمال دول اللي هيشيلوا الراية. السن الصغير، القاعدة،
القوية اللي بتنتج عنها قمة قوية، الكلمة اللي دايما بقولها. نور الشربيني لما كانت عندها ما كملتش 20 سنة حصلت على بطولة العالم 2015 في ماليزيا، كانت قبل ما تتم ال 20 سنة. وأتذكر ولا أنسى أبدا المباراة النهائية مع لورا ماسارو اللي كانت فيها نور الشربيني خسرانة 2-0، خسرانة 2 جيم، ورجعت كسبت 3 أشواط متتالية. وده يؤكد على إن ولادنا في الاسكواش عندهم غيرة جوه الملعب. أنا مش هخسر، أنا مصري ما ينفعش أخسر في بطولة عالم في الاسكواش، أنا مصري ما ينفعش أخرج من الأدوار، أنا مصري يعني لازم أجيب أول، لازم أكون المصنف الأول. بقالنا فترة مسيطرين على التصنيف العالمي رقم واحد في الولاد وفي البنات، في الرجال والسيدات، في البي اس اي. نور الشربيني حدث ولا حرك كام شهر وكام أسبوع متصدرة التصنيف العالمي رقم واحد. علي فرج نفس الحكاية. ولو اتكلمنا على كل اللي موجودين طبعا من 20 تقريبا، من 20 من التوب 20 او ال 20 الاول، عندنا 9 مصريين في الرجال. فانت احنا كنا في فتره من الفترات بتوصل ان عندك 7 لعيبه في التوب 10، 7 مصريين في التوب 10 في ال 10 الاوائل. لدرجه ان في واحد صديقي انجليزي لما كان بيقول لي كام واحد مصنف دلوقتي عندكم، ده التصنيف الـ يناير اهو، احنا بنتكلم على 9 في التوب 20 في افضل 20 لاعب. مصنف الاول علي فرج زي ما حضراتكم شايفين، مصطفى عسل في التصنيف العالمي رقم 5، كريم عبد الجواد اللي حكايته حكايه وقصته قصه، اللي بعد الاصابه وبعد كل الدكاتره ما قال له خلاص ستوب مش هتلعب سكواش تاني وبطل سكواش، وكان نزل ترتيبه طبعا للكام و30، رجع بقوه يعني وباصرار المصريين وصل للتصنيف العالمي رقم 6. وكريم طبعا كان وصل للتصنيف العالمي رقم 1 قبل كده. مازن هشام رقم 7 دلوقتي، طارق مؤمن رقم 8. انت بتتكلم على 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 يعني ناس مشفره اللعبه. انت بتتكلم على دوله مشفره للسكواش. الصين مشفره مثلا التنس الطاوله، احنا مشفرين للسكواش. حاطين باسورد كده صعب حد يحله. تعال نتكلم بصراحة، بدأنا دلوقتي نكسر الأرقام القياسية العالمية في التصنيفات العالمية رقم. كنا زمان كنت أقول لك نيكول ديفيد الأسطورة اللي 109 شهر مصنفة أولى على مستوى العالم، لا نور الشربيني كسر التصنيف. نيكول ديفيد الحاصلة على 8 بطولات عالم، نور عملت 7 دلوقتي فاضل لها واحدة وتكسر يعني الرقم القياسي بتاع نيكول ديفيد. احنا بنكسر كل الارقام القياسيه في الاولاد الصغيرين، نفس القصه. لو اتكلمنا على الاسكواش البنات، بناتنا لا يعني انتوا حضراتكم عارفين، ولكن اللي ممكن محدش يعرفه ان دول بيتعمل لهم الف حساب في كل حته في العالم. نور الشربيني اهو 18 اسبوع على التوالي في الصداره. نوران جوهر رقم 2، هانيا الحمامي رقم 3 دلوقتي في التصنيف العالمي زي ما حضراتكم شايفين، نور الطيب في التصنيف رقم 7 دلوقتي. يعني برضو انت بتتكلم على السيطره مصريه ولاد وبنات. ولكن دي نحط تحتها الف خط بقى اللي مخوفني بقى. هتقول لي اقول لك كل لما تطمن لازم تخاف، كل لما تكون مسيطر لازم تفضل قلقان. الوصول للقمه سهل، المحافظه عليها بقى صعب، وخصوصا ان الاسكواش داخله اولمبياد 28. اولمبياد الموضوع بيختلف، حسابات بتختلف، الدول الكبرى بتدور على الترتيب العالمي، الترتيب الاولمبي رقم واحد في عدد الميداليات في الدوره الاولمبيه، بيدوروا على الذهب. وامريكا مش بالطيبة انها تدرج الاسكواش داخل المعترك الاولمبي في لوس انجلوس في امريكا، وهي مش عاملة حسابها على كده بجد. مش لو امريكا مش عاملة حسابها على كده والله ما كضفت الاسكواش. لما كنت بسأل احد اولياء الامور امتى تخش الاولمبياد، امتى الاسكواش تخش الاولمبياد، قال لي طول ما دول متفوقين وطول ما دول مسيطرين انسى ان احنا نخش اولمبياد. فلما تيجي دورة اولمبية و امريكا طبعا الدوله المضيفه للاولمبياد بنحققها تدخل،
ثلاث او اربع العاب. هي دلوقتي طبعا سكواش كانت من اولى الالعاب اللي صممت امريكا على دخولها. لما امريكا تصمم على كل لعبه يبقى في ايه؟ في حاجه. يبقى هم مستعدين صح، بيستعدوا لك صح. بيستعدوا لك ازاي بقى؟ الله اعلم. ده امريكا دلوقتي بدات تعمل ملاعب سكواش في الشوارع لنشر اللعبه. تخيلوا 350 مليون بني ادم. فاكيد بيرسموا رسمه قويه جدا على، هتقول لي هم ممكن يغيروا الدنيا في اربع سنين؟ اقول لك في الرياضه بالعلم كل حاجه بتتغير في وقت قياسي. اللي مخوفني عدم المحافظه على الولاد دول بقى الصغيرين اللي طالعين، عدم المحافظه عليهم من حيث في منهم هيطلعوا منح دراسيه بره، حقهم، بس في جامعات بره بتشرط على اللاعب انه ما يلعبش احتراف، يلعب بس للجامعه. واذكر في كده اكبر مثال طبعا علي فرج اللي كان طبعا بيدرس في جامعه هارفرد، وشرطوا عليه من اول ما دخل الجامعه ما في ستوب بروفيشنال، ما فيش احتراف، مش تلعب بي اس اي، هتلعب بس للجامعه. فاربع سنين او خمس سنين علي فرج كان خارج التصنيف، ولكن لما رجع كسر الدنيا لانه اسطوره برضه. علي فرج انا بعتبره من الاساطير حتى على مستوى بطولات العالم، بطولات العالم الفردي. علي فرج اربع بطولات عالم، بيتساوى مع جيف هانت ومع الاسطوره عمرو شبانه، ولكن تبقى طبعا يبقى المسيطر على عدد بطولات العالم جانشر خان 8 القاب وجهانجر خان 6 القاب. باكستان عندها 14 لقب لحد دلوقتي. في المجمل مصر سوينا ال 14 لقب، ولكن نحن نتفوق عليهم على باكستان بالوصول للنهائي والميداليات الفضيه، احنا اكتر. فمصر دلوقتي كسرت الرقم القياسي في مجمل بطولات العالم للفردي رجال ب 14 ميداليه ذهب بالتساوي مع باكستان، ولكن احنا نتفوق بالميداليات الفضه. انجلترا اللي بعيد، كان بصراحه بعيد عن الفتره دي عن الساحه تماما. يعني بانجلترا لولا اثنين لعيبه بتوعها دلوقتي ما كانتش متواجده خالص في التوب 10. انجلترا دي اللي مخترعه اللعبه اصلا. انجلترا اللي اخترعت لعبه سكواش وحطت لها قوانينها خارج اللعبه، ولكن مش هتسكت برضه. في شغل دلوقتي بيتعمل علشان الاولمبياد الجايه. هتقول لي عم ابراهيم طب يعني شغل ايه ده؟ احنا النتيجه باينه في العيال الصغيره في الناشئين والشباب. يعني ما احنا مسيطرين حتى من 11 سنه لحد 19 سنه. هقول لك نخلي بالنا من الحته بتاعه التجنيس. خطر بقى، الخطر اللي جاي. هتقول لي هقول لك اللعبه دي هتبدا تشتغل. اللعبه دي هتشتغل. تلاقي في دول كده تعالى يا ابني منحه دراسيه، تعالى نعمل لك باسبور، العب لينا. فنخلي بالنا. طيب مهمتنا احنا ايه؟ مهمه الاتحاد المصري للسكواش ايه؟ مهمتك ان انت تحافظ على الولاد دول برعايه، توفر لهم رعايه، توفر لهم سبونسر، توفر لهم ظهور، عشان ما يجيش واحد فيهم يقول لك انت ما بتعمليش ما بتدينيش لما بطلب ما لا. لا، وفي شويه حاجات بتحصل. وكان في ازمه حصلت مع امين عرفي، ما كانتش مسافره بطوله العالم بتاعت الشابات، وكانت حصلت مشكله وولي الامر ما حدش سافر معاها وحدش يحجز مش عارف ايه، وعملنا يعني لغط بدون اي داعي، وراحت أمينة عرفي جابت بطولة العالم. فنحافظ على دول، ما نضايقهمش. أظن يعني القائمين على السكواش في مصر فاهميني، ما نضايقهمش. نديهم حقهم معنوياً، ولو قدرنا مادياً نديهم حقهم. يعني نحافظ على الولاد دول، نحتويهم، نحاجي عليهم. والولاد الصغيرين بالذات في السن ده ولي الأمر هو اللي بيصرف. فلما يلاقيك انت كاتحاد او توفر له سبونسر، حد يدعمه، حد يقف جنبه، حد يسفره بطوله اتنين تلاته، يقدر ان هو يعلي الرانك بتاعه، يبقى كتر خيرك، يبقى انت بتحافظ عليه، يبقى ملوش حجه. يبقى لما يجي حد دوله تانيه تقول له تعالى العب لي، يقول لهم لا يا حبيبي، انا اتحادي عامل معايا الصح، واقف جنبي. علشان الاسكواش بجد زي ما قلت لحضرتك، كل لما اكون مطمن، كل لما تكون
قلقان قلقان من اللي جاء. انا يعني موضوع ان امريكا تقر الاسكواش في الاولمبياد انا قلقان قلقان بجد. برضه عايدها تاني، احنا جبنا علامه كامله في الناشئين والشباب دلوقتي، 10 ميداليات ذهبيه، 5 ولاد 5 بنات في الخمس مراحل، ولاد في الخمس مراحل بنات، ده غير المصريين اللي وصلوا مع بعض في النهائي. فانت مسيطر سيطره كامله. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، نخلي بالنا من ولادنا الصغيرين دول. اتحاد الاسكواش خلي بالكم، حافظوا عليهم، حافظوا عليهم، عشان ما يجينيش لاعب بعد كده يقول لك انا بنزل المطار ما بلاقيش مش عارف ايه والحجج الفارغه مش عايزين نسمعها. فذلل كل العقبات بحيث الولاد دول ما بقاش لهم حجه لاي حاجه تانية. بلدنا وبس، مصر وبس. اولمبياد 28 مطلوب من الاسكواش لو هنلعب فردي بنات وفردي ولاد ومنتخبات او فرق لسه ما نعرفش، ذهب ذهب ذهب، ده المطلوب. مش هقول لك بقى ذهب وفضه ذهب وفضه، لا ذهب ذهب ذهب، ثلاثه ذهب لو هتلعب فردي ولاد فردي بنات وفرق، ثلاث ميداليات ذهب مطلوبين من حضراتكم. اتحاد الاسكواش ملكوش حجه، الولاد عندكم اهو ابطال عالم، مصنفين اول على العالم، مسيطرين مشفرين اللعبه، مفيش حجه.